أهلا بكم إلى موجز الأنباء من قناة حلب اليوم. وصلت تعزيزات جديدة لقوات النظام إلى محيط مدينة عين العرب كوباني بريف حلب في إطار الاتفاق التركي الروسي الذي يهدف لانسحاب قوات سوريا الديمقراطية من الحدود السورية التركية. وقال مراسل حلب اليوم إن رتلا عسكريا لقوات النظام مؤلفا من 100 سيارة محملة بالجنود والذخائر ورشاشات ثقيلة إلى جانب صهاريج ووقود وصل إلى محيط مدينة عين العرب كوباني وتوجه نحو النقاط الروسية بمنطقة الإذاعة غرب المدينة. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال المزيد من القوات لحماية آبار النفط في شرق سوريا. وبحسب بيان صادر عن الوزارة فإن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر سيقدم التوصيات اللازمة للرئيس دونالد ترامب. وأضاف إسبر أنه للحيلولة دون وقوع هذه الحقول بيد تنظيم الدولة وغيره من الجهات تم إرسال القوات التي قد تحفظ المنطقة من تسبب في زعزعة الاستقرار حسب تعبيره. أعطت فصائل محلية في السويداء مهلة لمجموعة تتبع لفصيل قوات شيخ الكرامة بريف المحافظة الجنوبي حتى يوم الأحد للإفراج عن مختطفين. قالت إنهم محتجزون لدى عناصر من الفصيل في مدينة صلخد. ونقل مراسل حلب اليوم عن مصادر محلية أن المهلة جاءت بعد اجتماع في منزل المدعو لؤي الأطرش ضم فصائل محلية عاملة في السويداء، وذلك بعد توجيه اتهامات لعناصر مجموعة تتبع لقوات شيخ الكرامة بعمليات الخطف. أقامت رابطة مدرسي الجامعات السورية الحرة ورشة عمل بعنوان الانهيارات الحادة في قيمة الليرة السورية وأثرها على المواطنين وإمكانية استبدالها بعملات أكثر استقرارا في المركز الثقافي بمدينة عزاز بريف حلب الشمالي. وقال الأستاذ مصطفى عنان رئيس مكتب العلاقات العامة والإعلام في الرابطة بتصريح خاص لحلب اليوم إن الندوة كانت مفيدة وخرجت بتوصيات إلزام المحلات التجارية ومراكز الصرافة وبعض المؤسسات التي تعمل في الشمال المحرر بالتعامل بغير الليرة السورية بسبب عدم استقرار هذه العملة في المناطق المحررة. كشفت صحيفة البعث الموالية عن عجز المعمل الوحيد المتخصص بتصنيع الألبان والأجبان في محافظة حمص عن استجرار طاقته التصنيعية اليومية وانخفاض إنتاجه إلى أقل من النصف. وبرر مدير عام شركة ألبان حمص التابعة للنظام محمد الحماد لصحيفة البعث النقص الحاصل بتأمين مادة الحليب السوري سببه التهريب إلى لبنان، وأكد الحماد على أن الحليب الخام ينقل من المنتجين مباشرة وبأسعار لا تتجاوز 150 ليرة الكيلوغرام الواحد إلى المناطق الحدودية، على الرغم من أن الشركة تستجر الكيلوغرام الواحد من الحليب بسعر 200 ليرة سورية. حقق ليستر سيتي رقما قياسيا تاريخيا بعد فوزه الكبير على مضيفه ساوثهامبتون بتسعة أهداف دون رد في افتتاح مباريات المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في البريمير ليج، وأصبح ليستر سيتي صاحب أعلى فوز خارج ملعبه في تاريخ المسابقة محطما الرقم القياسي السابق المسجل باسم مانشستر يونايتد الذي فاز على مضيفه نوتنغهام فورست بثمانية أهداف مقابل هدف في شباط عام 1999. انتهى الموجز، شكرا لكم على المتابعة.